لسه مكملين معاكم فقراتنا في نهارك سعيد، وعندنا فقره خاصه بالعاملين بنيابات ومحاكم مصر. وكان السنه اللي فاتت تقريبا في نفس الوقت ده كان لينا لقاء معاهم ومع ضيفنا خصوصا الموجود معانا النهارده، واتكلم عن بعض المطالب. لكن النهارده العاملين بنيابات ومحاكم مصر منظمين وقفه احتجاجيه، بالتالي يعني ممكن نفهم ان المطالب دي ما اتحققتش او الجزء الاكبر منها ما اتحققش لحد النهارده. عايزين نتكلم عن ايه هي المطالب دي واهم العناصر الموجوده فيها، وعايزين نتكلم مع ضيفنا استاذ ناصر عبدو امين عام النقابه العامه للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر عشان نفهم منه موضوعنا اكتر. صباح الخير. صباح الخير. اهلا بحضرتك. صباح الخير. مصبح على حضرتك. خلينا عشان نبتدي كلامنا ونفهم مشاهدينا العاملين بمحاكم ونيابات مصر التركيبه الاداريه بتاعتهم عامله ازاي، او ايه الدور اللي بيقوموا بيه؟ التركيبة الإدارية بالنسبة لموظفين النيابات والمحاكم، هم موظفين إداريين في النيابات والمحاكم. بينقسموا لسكرتارية التحقيق بالنسبة لموظفين النيابة، بيشتغلوا بيعملوا إجراء التحقيق مع السيد وكيل النيابة، وسكرتارية الجلسات بيبقوا مع السادة القضاة في الجلسات. بيقوموا بتثبيت وتدوين كل ما بيدور في التحقيق أو في الجلسة في المحاضر، بجانب أعمال إدارية أخرى تاني متعلقة بالعمل. استاذ ناصر، حضرتك كنت موجود معايا من حوالي سنه تقريبا واتكلمنا في المطالب العاملين بالمحاكم والنيابات، واعتقد ان يعني بعد سنه ما اقول النهارده ان في وقفه احتجاجيه يبقى في مشاكل حصلت، يبقى المطالب دي ما اتحققتش. ايه اللي حصل خلال السنه اللي فاتت؟ والله احنا فعلا كنا عملنا اضراب يوم 28/2/2012، وده برضو كان ناتج اللي احنا كنا من منذ تاسيس النقابه في 5/2011 واحنا بنروح نقابل المسؤولين بالمطالب ونعرفهم ان في مطالب للموظفين النيابات والمحاكم ما اتحققتش. ولما عملنا الاضراب اتقابلنا مع السيد المستشار وزير العدل وسعادته، وعدنا بان هينفذ المطالب ديت بالتنسيق مع السيد رئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق. الا وبناء على هذا استجبنا للوعود ديت، خاصه ان هي بتصدر من اشخاص ذات مقام عالي في البلد، وحرصا برضو على يعني عدم تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل دور العداله. واخذنا قرار في النقابه بتعليق الاضراب الى اجل غير مسمى لحين تنفيذ الوعود دي. الا اننا بعد مرور سنه وحوالي 3 شهور اهوت ما فيش اي مطلب من المطالب بيتنفذ ولا اي مطلب منا. وبالتالي برضو كنا في خلال السنه ونص ديت بنروح ونقابل المسؤولين وبنفهمهم ان الموظفين موظفين النيابات والمحاكم على وجه الخصوص مستائين جدا من الحاله اللي هم وصلوا لها. احنا كل اللي احنا بنطالب بيه اللي احنا يكون لنا دور فعال في قانون السلطه القضائيه، طالما احنا موجودين وبيطبق علينا قانون السلطه القضائيه فبالتالي لازم يكون لنا دور في التعديل بتاعه في تعديل قانون السلطه القضائيه، والا نخرج منه خالص. بس قانون السلطه القضائيه لسه عليه جدل كبير ولسه عليه مشاكل كتير، وكل يوم يعني الاخبار اول منشطاتها بتكون على مناقشه مجلس الشورى ليها. يعني تمام. يعني احنا يعني اعتقد كل المجلس الاعلى للقضاء بيعاني من مشكله السلطه حضرتك القضائيه. حضرتك قلت المجلس الاعلى للقضاء بيعاني من الكلام ده ليه؟ عشان هو شايف ان مجلس الشورى واللجنه التشريعيه في مجلس الشورى عايزه تناقش بعض مواد من قانون السلطه القضائيه بعيدا عن القضاء. ماشي. فهم بيطالبوا بحقهم، وبالتالي انا كمان بطالب بحقي. انا برضو انا ليا الباب الخامس كله في 7 فصول فيه من الماده 135 للماده 170 ماشي متعلقه بالموظفين النيابات والمحاكم. فبالتالي عندما يناقش قانون السلطه القضائيه يجب ان يكون للموظفين متمثلين في نقابتهم المشروعه ان يكون ليهم دور، ان يكون في جزء إن من القانون الجديد او من تعديل، يجب ان هو ياخذ رايهم ويتشاف هم عايزين ايه في المواد، والا نخرج خالص من قانون السلطه القضائيه ونبقى تابعين لقانون العاملين المدنيين بالدوله زينا زي اي موظفين في البلد. وكان من ضمن المطالب فعلا اللي حضرتك اتكلمت عنها السنه اللي فاتت قلت لي عليها، كان استقلال ميزانيه العاملين بالنيابات والمحاكم عن المجلس الاعلى للقضاء وتبعيتها فيما بعد مجلس بوزاره العدل. تمام. ايه اللي حصل لحد طبعا ما حصلش اي حاجه من الكلام ده خالص، وما زلنا برضو مصرين على ان احنا ميزانيتنا تفصل عن ميزانيه القضاء والنيابه، لان احنا ايام ما كنا منضمين للميزانيه كلها كانت ميزانيه عموما تابعة لوزاره العدل، كان اي قرار بيصدر من وزير العدل بيطبق على جميع موظفي الهيئات القضائيه. انما دلوقتي بمجرد في 2006 بمجرد ما تعدل قانون السلطه القضائيه وتم فصل الميزانيات كل هيئه قضائيه لوحدها ماشي، واحنا دلوقتي بنعاني الامرين من الموضوع ده. ليه؟ زملائنا ويبقى في تفاوت بقى، زملائنا في مجلس الدوله وفي هيئه قضاء الدوله والنيابه الاداريه والمحكمه الدستوريه امتيازاتهم الماديه تفوقنا بمراحل. على الرغم ان احنا موظفين النيابات والمحاكم، ودي معروفه للراي العام كله ان هم اكتر ناس بيشتغلوا واكتر ناس معرضين للبهدله.
فيجب ان احنا يبقى لينا دور في الكلام ده. احنا بنطالب بمساواتنا، احنا مش بنطالب مطالب ماليه فئويه، لا احنا بنطالب بمساواتنا بزملائنا. بس ده اللي احنا بنطالب بيه، مساواتنا بزملائنا في اللي على نفس الدرجه الوظيفيه ولكن في ادارات اخرى. انا معايا في قرار من السيد وزير العدل موجه لوزير العدل السابق، ايوه موجه لوزير الماليه بيطلب منه الكلام دوت اهو. مستشار احمد مكي وزير العدل ده في سنه كام بقى كان موجود؟ ده حضرتك في 12/11/2012 كان الساده يعني اعضاء الهيئه، الساده اعضاء الهيئه القضائيه كان بعضهم رافع دعاوى بمساواتهم بزملائهم واقرانهم في مجلس الدوله، صدر لبعضهم احكام. السيد وزير العدل راح بعت لوزير الماليه جواب بيطلب منه ان هو يطبق الاحكام ديت والمساواه ديت على جميع اعضاء الهيئه القضائيه. ولم يحدث شيء يعني كان لم يكن هذا، خلينا هذا الجواب خليه على جنب لانه أيوة. واضح انه ما حصلش فيه حاجه. طب حضرتك بتقول ان لا هو ده كان الجواب موجه للوزير الماليه عشان لوزير الماليه لاعضاء الهيئه القضائيه وليس للموظفين. طب أيوة. ليه ما طلعش جواب تاني برضو بمساواتنا احنا كمان بكده؟ طيب كان ليكوا يعني اكتر من جلسه واجتماع وحضرتك اتكلمت عنهم مع مسؤولين كتير جدا، ايه اللي حصل او ايه الوعود اللي بيدوها لكم او الاجتماعات دي بتخلص بايه؟ احنا كل مره بنروح نقابل المسؤولين بيقروا بان المطالب دي مطالب مشروعه وعادله، ولكن ولكن بيتحججوا بقصر الميزانيه وان مفيش ميزانيه وان احنا عددنا كتير. طب احنا كموظفين احنا ذنبنا ايه ان احنا عددنا كتير؟ انا مش ذنبي حاجه، انا ما اخترتش ان انا ابقى شغال في النيابه او في المحكمه او اشتغل في مجلس الدوله. انا راجل في النهايه شغال في وزاره العدل، فبالتالي لازم اكون متساوي مع زملائي على نفس الدرجه بتاعتي في جميع الهيئات القضائيه. فانا اخر مره قعدت فيها يوم الاحد اللي فات مع السيد المستشار محمد عيد محبوب الامين العام للمجلس الاعلى للقضاء، ايوه، وكلمته في المطالب ديت وهو قال لي انا ما اقدرش والمجلس عموما ما يقدرش يلبي غير طلب واحد بس، الا وهو ان يصرفوا شهور الصيف على المرتب الشامل، على الاجر الشامل فقط لا غير. ولما طلبت منه قلت له لا، طب ما الموظفين برضه مستقيم، الموظفين عايزين مساواتهم، هم مش عايزين مش مجرد حاجه واحده بس تتحقق، احنا عايزين مساواتنا فقط لا غير. ولو يكن حتى لو ما كانش في الوقت الحالي ماشي، ولكن يطلع قرار بجدول زمني بتنفيذ القرارات دي، الموظفين هتهدى وتبدا تشتغل، لان الموظف موظف وزاره العدل وخاصه موظف النيابه والمحكمه مفتقد للعدل داخل دور العداله. فازاي هيقدر يحقق العدل او يساعد على تحقيق العدل وهو مفتقد للعداله؟ فقد الشيء ده. المستشار مثلا اتكلم على العدد وان ده هيكون في ضغط على العدد والميزانيه. طب هل مثلا اتكلم على توقيت زمني معين ممكن؟ لا ما فيش استجابه على المطالب. هو بيقول انا غصب عني ومش قادر والميزانيه، بس انا ما ذنبيش حاجه، انا ماليش دعوه. طب استاذ ناصر النهارده هيكون في وقفه احتجاجيه، هتكون فين وايه اللي هيتم فيها؟ هي برضه النقابه العامه اصدرت قرار بان هي يبقى في وقفه، وده برضه حرصا على فكره الموظفين برضه النيابات والمحاكم كانوا مصرين ان هم يعملوا اضراب، ولكن حرصا من النقابه العامه على مصلحه المواطنين وعلى عدم تعطيل العمل راينا ان احنا نوقف وقفه احتجاجيه رمزيه امام دار القضاء العالي نعبر فيها للراي العام والمسؤولين عن ان موظف النيابه والمحكمه مظلوم في وزاره اللا عدل. طب وتفتكر رد الفعل هيكون عامل ازاي، خصوصا ان هي يعني وقفه سلميه عاديه جدا ما فيش اي تعطيل للعمل داخل المحاكم او النيابات؟ وزملائنا في المحاكم والنيابات شغالين دلوقتي، بالتالي ما فيش منها اي تاثير سلبي يعني؟ خالص خالص. طيب حضرتك متوقع ان ايه اللي يحصل بعد النهارده؟ والله المتوقع يعني ان المفروض المسؤولين وهم خاصه ان هم بيقروا المطالب دي مطالب عادله ماشي، ان هم او على الاقل خالص يعملوا لنا جدول زمني لتنفيذها. انا لو طلع النهارده قرارات بجدول زمني ان هو هيحقق لي مثلا سي فتح الجهود الغير عاديه ل 1000 جنيه مثلا ابتداء من شهر 7 مفيش مشاكل، هاخد بعضي وامشي. انا مش راجل، انا راجل بساهم في تحقيق العداله في مصر، فما ينفعش انا مش هينفع اعطل العداله. وهيكون في تركيز على فكره ان المشاركه في قانون السلطه القضائيه الجديد، والاهم من كده والاهم من الماديات هو تفعيل دور الموظفين متمثل في نقابتهم المشروعه في تعديل قانون السلطه القضائيه. وفي حاله اقامه مؤتمر العداله لازم يكون لنا دور ودور فعال. هل في تعديلات معينه من وجهه نظر النقابه محتاجينها في قانون السلطه القضائيه؟ طبعا احنا كنقابه بالاشتراك مع الساده الزملاء الموظفين على مستوى الجمهوريه اعددنا مشروع بمقترحاتنا بمشروع تعديل قانون السلطه القضائيه فيما يخص على الموظفين. راسها ايه يا استاذ؟ على راسها طبعا دلوقتي ان في الماده 139 في قانون السلطه القضائيه بتتكلم ان كل الحاصلين على شهاده الحقوق
يجوز ان هم يعينوا في وظيفه معاون نيابة. دي طبعا على مدار السنين اللي فاتت دي كلها خالص ما بتطبقش. حضرتك كان الكلام دوت موظفين نيابات والمحاكم زمان كان اللي بيبقى دبلوم تجاره او مؤهل متوسط ماشي. حاليا دلوقتي حوالي اكتر من 60-70% منهم حاصلين على مؤهلات عليا وماجستيرات ودكتوراه. فبرضه الوضع المعنوي بتاعهم مش مبسوطين منه. فيجب ان هو يطبق القانون ده. والساده المحامين بيطالبوا بيها برضه ان يبقى ليهم نسبه 25% من تعيين النيابه في كل سنه من نسبه المعينين. وبرضه يحق للموظفين ده في القانون اهو ماده 139 ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه بالنسبه لقانون السلطه القضائيه بسم الله الرحمن الرحيم ان احنا لازم احنا دلوقتي انا كموظف بتعرض للخصم اللي قدامي خصم محاكم اللي بيحني لمجلس تاديب او محاكمه تاديبيه هو السيد المستشار رئيس المحكمه واللي بيحكم هو قاضي من ضمن القضاء اللي في المحكمه اللي بيخضعوا وتابعين لسيادته. فده ما ينفعش. انا عايز يبقى المساعد وزير او وكيل وزاره لشؤون موظفين المحاكم او لشؤون موظفين النيابه من الموظفين. ليه؟ هيبقى هو حاسس بيا. انا ما بتكلم مع المستشار. المستشار مش حاسس بمعاناه ولا مشاكل الموظفين. انما لما يكون وكيل وزاره جاي من تحت من الكادر الاداري بتاعي, فلما اجي اقعد معاه واتكلم معاه هو فاهم اوريدي, فاهم المشاكل بتاعتي شكلها ايه, وهيقدر يوصلها للسيد الوزير او للسيد النائب العام او للمجلس الاعلى بجديه. طب ناخد شويه تفاؤل كده. حصل اي حاجه يعني؟ كان لحضرتك المطالب اللي قلتها لي السنه اللي فاتت اعتقد يمكن كانت ازيد شويه عن دلوقتي. اي حاجه حصلت فيها تفاؤل؟ اي حاجه اتغيرت من سنه حتى الان؟ والله عشان اكون صريح معاك, هو فعلا في حاجات اتغيرت في ان هم طبعا ما كانوش بيستعينوا بالموظفين النيابات والمحاكم في الانتخابات. بالفعل بعد الاضراب بقوا يستعينوا بموظفين النيابات والمحاكم في الانتخابات, ودي برضو حاجه كويسه على اساس ان يبقى في اشراف قضائي كامل من A to Z في الانتخابات. فقط لا غير, ما فيش اي حاجه ثاني. طب حضرتك كأمين عام لنقابه العاملين بالمحاكم والنيابات اكيد تعرف الوضع الحالي في النقابه عامل ازاي. يعني في هل في مشاكل معينه بتواجهوها؟ هل في اشياء جديده النقابه بتحاول تقدمها للعاملين؟ احنا ان شاء الله بنحاول طبعا ان احنا نحقق للعاملين كل ما هم. احنا بنعاني برضو من موضوع الرعايه الصحيه في وزاره العدل. يجب ان حضرتك تتخيلي ان احنا بدل العلاج بناخد 240 جنيه بدل العلاج. الموظف عشان يجي يتعالج بيروح ياخد جواب من الوزاره ماشي ويطلع بيه على المستشفى. لو راح للدكتور في المستشفى وطلب منه تحليل بيرجع تاني يعيد نفس القرض. دي مشكله. صندوق ب 9% في مشاكل لرب السماء. ده ما بيستفدش منها غير الموظف اللي هو عند حالته للتقاعد او الموظف لما بيجي يتوفى. فالورثه بتوعه هم اللي المفروض اللي في الوقت دوت الموظف بيبقى سنه كبير فبيبقى محتاج للراحه. فعلى الاقل اليوم لما يجي يطلع معاش لازم يلاقي حد جاهز وورقه جاهز ياخد بيه المستحقات بتاعته صندوق 9%. ما بيحصلش وفي مشاكل فيها لرب السماء. بس فكره التامين الصحي والرعايه الصحيه واصحاب المعاشات اعتقد بيعاني منها معظم قطاعات الدوله. ما احنا من ضمن قطاعات الدوله طبعا وبنعاني منها ولازم نعبر عنها. لازم نعبر عن المعاناه دي عشان تتغير. النهارده الوقفه هتقوموا بيها وتوقعاتك ان هي ممكن يكون ليها صدى في الفتره اللي جايه؟ احنا كمان نتعشى معاكم انه يعني ما يكونش لينا لقاء تاني في مايو 2014 ونتكلم فيه عن نفس المطالب. نتعشى ونتمنى من اهل العدل ان هم يحققوا العدل لابنائهم الموظفين. انا طبعا بشكر حضرتك جدا يا استاذ ناصر وبتمنى النهارده ان شاء الله الوقفه تكون ليها نتائجها. وحضرتك حابب تقول اي حاجه قبل ما نختم او توجه اي رساله؟ لا ربنا يخليك. انا بس كل اللي انا بوجهه للساده اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ان هم يحاولوا ينفذوا العدل مع ابنائهم لان احنا فاقدين للعدل في وزاره العدل ومش هتستقيم الامور بالمنظر ده خصوصا انها وزاره العدل بشكر حضرتك جدا استاذ ناصر عبده امين عام النقابه العامه للعاملين بنيابات ومحاكم مصر مساعد وجودك معانا. شكرا جزيلا. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل لسه مكملين معاكم فقراتنا وفقره خاصه اسبوعيه هنناقش فيها اخر التطورات الاقتصاديه في مصر بس بعد الفاصل.